ما دام نتكلم عن جبر الخواطر عندك ابيات في جبر الخواطر اجبر بها خطرنا يا اخي. الله يبارك فيك. ما تحدثنا عنه يا اخوان. كله ترى يندرج تحت حسن الخلق. حسن الخلق. صحيح. عرفت؟ نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. ترى حسن الخلق يوصلك الى درجه الصائم القائم. يا سلام. بحسن الخلق. اما عن جبر الخواطر فاقول: جبر الخواطر من اخلاق ذي الهمم. طيب. أهل المكارم والإيمان والقيم. يا سلام. والناس إما ارتقت أخلاقهم فهموا بين الخلائق عند الله في القمم. يا سلام. أدخل سرورا على من ضاق خاطره وليلق منك شذا من طيب الكلم وكله دائما بالبشر تسعده فالناس ترتاح فالنفس ترتاح إن ترنو لمبتسم. الله. ولذلك ايش النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ ال- ال- الابتسامه تبسمك في وجه اخيك صدقه. نعم. وكله دائما بالبشر تسعده فالنفس ترتاح ان ترنو لمبتسم وكن بذلك ترجو الفضل محتسبا ليس من اجل الناس لله وكن بذلك ترجو الفضل محتسبا من خالق الكون ربي بارئ النسم وكن بخير عباد الله مقتديا. القدوة هو محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم الخلق في طيب وفي كرم من جاءنا رحمة المولى لأمته بالدين وهو لعمري أعظم النعم. سلام. أعظم نعمة ترى عندنا هي نعمة الدين ترى. كلام. أعظم من أي نعمة. من كان أوفى عباد الله قاطبة النبي صلى الله عليه وسلم من كان أوفى عباد الله قاطبة وكان أوصل خلق الله للرحم. عندما دخل إلى مكة المكرمة وقالوا يعني ما أنت فاعل بنا فإيش قال؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. كم عذبوه وكم طردوه من بلده وكم عانى منهم 20 سنة 20 سنة وهو مشرد بسببهم ومع ذلك قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. اللهم صلي وسلم عليه. وقد وصفه الله بحسن الخلق. من كان أوفى عباد الله قاطبة وكان أوصل خلق الله للرحم وأعظم الناس أخلاقا ومرحمة صلى الله عليه وسلم مع اعتزاز بدين الله في شمم زكاه مولاه في القرآن بل شهدوا بذاك أعداؤه الكفار من قدمي. كان قبل حتى قبل الإسلام كان يوصف بالصادق الأمين فكان أعظم من للناس يجبرهم بربه في الرزايا خير معتصمي وصلي يا ربي ما قبرية سجعت على حبيب البرايا صفوة الأمم. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. أيضا لكي نعطي الفصيحة حقا نطلب منكم مشاركة ثانية. نعم. إيش رأيكم؟ نعم في محلها. ها؟ نعم. يا إخوان أنا عملت في التعليم 33 سنة. يا سلام. واستوقفني كلمة قالها الملك فيصل رحمه الله. الله يرحمه. مما أثر من كلام الملك فيصل أنه قال: لو لم أكن ملكا لكنت معلما. يا سلام. الله أكبر رحمه الله. نعم. شوف الكلمة هذه ثابتة من كلام الملك فيصل ولذلك أنا بنيت عليها هذه الأبيات: لو لم أكن ملكا لكنت معلما. هو فيصل من قالها.